بالنسبة للجماع اللي يعني اللي حضروا المرة اللي فاتت أو اللي ما حضروش المرة اللي فاتت، بالطبيعة يا جماعة تلقوا الفيديوهات موجودين على شين يوتيوب، تلقوهم مهبطين سيونس 1 وسيونس 2 بالنسبة للسيكسيون مال تكنيك سيونس. الجماعة اللي ما حضروش يدخل، ادخلوا إلى اكتب في البرد ريسيرش، اكتب في البرد تطلعلك أول أول شيء تمشي للفيديو تلقى زوج فيديوهات أخرانيين اللي هما سيونس 1 ريفيزيون انفورماتيك سيكسيون باك تكنيك و سيونس و مات، وعندك الثانية زادا سيونس 2 موجود، أي موجود في الفيديو مش مشكل. المهم هو اللي ما يعرفش هو ليه. بالنسبة تو باش نبدو نعمل في نكملو نواصلو الكور، عطيناكم اكزرسيسات بالطبيعة، خلينا نعملو حتى ريفيزيون صغيرة من بعد نواصل بالطبيعة باش نصلحو لي زيكزرسيس. باهي، شقرينا المرة اللي فاتت؟ قرينا الفونكسيون لونج، لونج شتعمل؟ طلعلي اللونجور بتاع الشين، معناها قديش فيه من كاركتر، هذه بالنسبة للفونكسيون لونج. معناها نفترضو الكلمة هاي الإكزامبل اللي عطيهولي فروغ، احسب انت قديش فيها من كاركتير البي ار والاو جي أربع كاركتيرات، دونك لهنا فيها كات، دونك اللونج تعطيك كات اللي هما النمبر دو كاركتير الموجودين في الشين. البوز اش قلنا تعمل البوز سي اش 1 سي اش 2 تشوف لك السي اش 1 موجود في السي اش 2 ولا، معناها تلوج لك على الشين الاولى في الشين الثانية. مثال لنا شنو عطاك؟ بوز كاركتير او والكاركتير اف او او تي، باهي لهنا باش يلوج لك على الكاركتير او في الشين فوت، هاوني ثما دو زو لهنا زوز او اي، يعني هي منهم اللي باش ياخذها في البوز. تدخل لك الاولانيه بالكل البوزيسيون تاع الكاركتير الاولاني، باهي كيفاش نعرف ان البوزيسيون ولا الانديس تاع الكاركتير الاولاني او الكاركتير الانديس تاع الكاركتير؟ قلنا كي يطلب منك البوزيسيون ولا الانديس تاع الكاركتير ترقم الشين نتاعك. كيفاش ترقم؟ معناها تبدا ازيرو الترقيم نتاع الشين، يعني الكاركتير الاولاني نقولوا الانديس نتاعو صفر، الكاركتير الثاني الانديس نتاعو 1، ونحن ماشي كيفاش الرقم هاي باش تحط تحت الفوت تحت الاف صفر تحت الاو واحد الاو الثانية تحط اثنين والتي ثلاثة، يعني البوزيسيون تاع الكاركتير اف هي زيرو، الانديس ولا البوزيسيون تاع الاو الاولى هي ان، البوزيسيون الثانية هي او هي دو والتي بوزيسيون تاع تروح. دونك نقول له انا برا لوج لي على الاو الاولانيه الموجوده في الشين هذه، شنو باش يطلع لي؟ باش يطلع لي البوزيسيون ان اللي هي الاولانيه بالكل رقم واحد، الثانيه ما يهموش فيها لانها معايا ولا ديما يشوف الاولى بالكل. باهي هذه بالنسبه للفونكسيون بوز. نفترضوا الشين الاولانيه ما لقاهاش في الشين الثانيه، ما باش يشوف لك الشين الاولانيه موجوده في الشين الثانيه ولا يعطيك البوزيسيون، نفترضوا ما لقاهاش، دونك يرجع لك موانزا البوز، رجع لك موانزان موانزان وقتاش؟ وقت اللي الشين الاولانيه ما يلقاهاش في الشين الثاني، جيت نعمل تلفزيون راه مش باش نعاود الخدمه كامل. باهي الكوم سي هاش والفالور عكس بعضهم، الكوم سي هاش تعمل مثلا تعطيها انت ان، تعطيها الان نتاعك مثلا هذا عدد ان 125 اي عدد بتحب عليه، وتكتب كوم سي هاش ان استعمل الكوم سي هاش تحولو لفورم دو شين دو كاركتير، اش معناها تحط لك الدو كوت من و من يولي لك شين، اش معناها يولي لك شين؟ يولي لك شين معناها راه الكاركتير الاولاني دانديس زيرو، الدو تولي لك البوزيسيون تاعها ان، و السانك تولي لك البوزيسيون تاعها دو، واضح؟
ارجع اللي مش فاهم حاجه يرجع للفيديو نتاع اليوتيوب السيونس 2 تلقى مفسرهم بالتفصيل شرح. راني مش نجيس تو قاعد نعمل تلفزيون مش تنبقى نعاود من الاول. الكوم سي هاش تحول لك سوبرم بشيف الكاركتير. الفالور العكس، الفالور اش تعمل لك؟ تعطيها شيل مثلا نفترضوا 230 انشندو كاركتير، شنو باش تعمل؟ باش تحوله لك العدد تيولي لك نيميرو 230. واضح ولا؟ باهي يا جماعه استنوني لحظه نرجع لكم. نواصل دونك الفالور اش تعمل؟ الفالور بالطبيعه في البوز تبدا من زيرو، وفي الكالكيل نتاع اللونجور نتاعك تبدا ابارتير من الان. اذا كان عندك يقول لك احسب لي اللونجور نتاع الشين اش تعمل؟ تبدا تحسب من الواحد. وكي يقول لك اعطيني البوزيشن نتاع الكاركتير تبدا تحسب من الصفر. واضحه الحكايه هذه حطها في راسك. طيب دونك الفالور اش تعمل لك؟ تحول لك شين العدد. اذا انت كيما لهنا شين اونتر دو كود شنو تعمل لك الفالور؟ تنحي لك الدو كود هذيك ما يبقاش شين يولي كونتي. واضح؟ باهي هذه بالنسبه للفالور حكينا فيه هذا الكل. اس تي نيم شنو تعمل؟ الاس تي نيم تشوف لك الشين يقبل يتحول عدد ولا اش معناه؟ معناها هل انه يتكون كان من ارقام من دي شيفر ولا كان يتكون كان من دي شيفر شنو باش تعمل؟ باش ترجع لك فري. كانوا يتكون في حاجه غير دي الارقام ترجع لك فوق كيما الاكزومبل هنا. اس تي نيم 2 5 9 8 الشين هذا فيش حاجه مخالفه للارقام يعني مش في الارقام ما بين الصفر والتسعه لا. دونك رجع الدوري مادام يتكون كان من الارقام. في الثاني ثم اسباس، اسباس اللي هو بالكلافي سي تان كاركتير. الاسباس الاسباس هو مش موجود في الانترفال زيرو ناف. دونك شنو باش ترجع؟ باش ترجع لك فوق. سهلة الاس تيني مش تعمل تشوف لك الشين نتاعك هل انه الكل ارقام ولا كانوا الكل ارقام تعطيك كبري، كانوا مخلط بحاجه اخرى تعطيك فوق. واضح؟ باهي السوشين في بالي ما قريناهاش. السوشين وليفاس والماجيس. باهي باش نخدمو توا السوشين وليفاس والماجيس ومن بعد توا نتصلحو ليزيكزارسيس باش نكونو كملنا البارتي هاذي. باهي الفونكسيون سوشين اش معناها؟ فونكسيون سوشين معناها هز لي جزء من الشين نتاعي. واضحة العملية؟ هز لي بارتي مش شين. اش معناها هز لي بارتي؟ مثلا انا تناخذ المثال هذا احنا شنو عنا لهنا هذا الاكزامبل اللي عطيه لك هو ولا الشين نتاعي اللي باش نخدم عليه اللي هو بيتون. هو الشين هذا اللي باش نهز منه اش قال لي؟ قال لي حط لي صفر وحط لي أربعة. اش معناها؟ معناها ابدالي هز لي الجزء في الشين بيتون ابارتير من بوزيسيون زيرو باش تبدا تكوبي مثلا جيسكا مش باش نوصل للكات. كي تحط كات راني باش نوصل للكات موانزان. كات موانزان اللي هي شنو؟ تروى. يعني السوشين ديما ناقص واحد. هاك الفالور اللي تحطو الفينال هذاك لازم تنقصلو موانزان. واضح؟ دونك منين باش نهز؟ باش نهز ابارتير من الزيرو جيسكا تروى مش من مش للكات. الكات هذيك باش تنحيها اكسكلو. باهي دونك لهنا كي نجي نبدا الرقم في الشين نتاعي اش قلنا؟ ابارتير من صفر البي هي صفر، الاي هي واحد، التي هي اثنين، الهاش ثلاثة، الاو أربعة، والان خمسة. ونحن اش قلنا؟ قلنا باش نهزو من صفر لثلاثة، يعني ابارتير من الكاركتر الأولاني صفر البي جيسكا للهاش. شنو هذي؟ اش تجيني الكلمة؟ تجيني تي ماجسكيل تي جريك تي هاش. واضح لهنا؟ يعني لهنا السوشين اش تعمل؟ تهز لي جزء من الشين، يعني تكوبي لي تهز جزء من الشين ما تفسخش، تخلي الشين الأصلية كيما هي وترجع لي جزء من الشين. كيفاش نعرفو الجزء هذا؟ أنت باش تعطيه منين باش يبدا يهز وآخر فالور باش تكملو. ديما زيدو بليس أن باش هو كي ينقص لك يجي في الفالور اللي حلتك به.
دونك لهنا نكتب له من 0 كات يعني يهز لي من 0 ل 3 ديما الفالور فينال تنقص منه 1. دونك سوشين هي تهز لك جزء او شنو الرول نتاعها كاتب لك ريتورن ان بارتي دو لا شين سي هاش ا بارتي دو لا بوزيسيون دي جيسكا لا بوزيسيون اف موانز 1. شوف كي قلت لكم كي تحط له انت الاف هو باش يمشي لك للاف موانز 1 من هنا ناقص 1. ب نعطيكم اكزومبل اخر مثلا باش نكتب نفس هذا الكل باش نكتب لكم سوشين نتاع مثلا بروغراماسيون الشين هذيك فيرجيل دو فيرجيل تروا والا سان بي. اول عمليه شنو نعمل؟ نمشي الرقم الشين نتاعي الرقم ابارتي من زيرو بالطبيعة البي صفر الار واحد الاو اثنين الجي ثلاثة الار اربعة الا خمسة الام ستة السبعة ديكا هي ثمانية والتي تسعة الاي عشرة احداش الاو واثناش الام بيه. لان اش قلنا الفالور اللي باش تبدا تكوبي منه هو هذا مين يعني ابارتير من البوزيسيون دو اللي هي الاو بوزيسيون تاع الاو ولا عاوني هزي قصيت من غادي والبوزيسيون 5 نقصوا لها واحد باش تجيني كار ديما نقصوا الفالور فينال نقصوا له موانز 1 يعني اخر بوزيسيون باش تهزها الكار اللي هي نتاع شكون نتاع الاير اوين. دونك شنو هو الشين اللي باش نحصل عليها بالكوب الكوبي بسوشين او جي ار هذا هو الشين اللي باش نحصل عليه. دونك قلت له كوبي لي من الكاركتير الثاني للكاركتير الرابع مش الخامس الخامس مش داخل ديما ينقص موانز 1 سهلة برشا سوشين بي. نتعدوا توا للإيفاس الإيفاس تقريبا نفس العملية مي شنو مي باش تفسخ هذه مش باش تكب شفت السوشين ما يهز جزء من الشيء الإيفاس كان جد يعني الكوب السوشين ما يتهز جزء مادي جزء قال اف موانزا لي فاس تفسخ من دي الاف موانزا مثال كي نكتب في بلاصة السوشين هذيا نكتب اي فاس شنو باش يتبدل نحنا في السوشين اش قلنا قلنا الشين بروغراماسيون راه ما يكملش يبقى ديما كامل ما ينقصش مي في لي فاس لا في لي فاس باش تنقص نفترضوا كتبت اي فاس بروغراماسيون فيرجيل 2 5 شنو باش تعمل؟ باش تفسخ لي كلمة او جي اي اش معناها؟ معناها الشين هذي شنو باش يبقى فيها يا جماعة؟ باش يبقى فيها الشين تي ماجسكيل بالطبيعة الاير الاو جي اي باش يفسخها لأن لي فاس تفسخ تبقى لي الـ A M M A T I O N واضح. دونك في اللي فاس راك تفسخ منين لمنين تفسخ من دوج سكال كات نفس الحكاية كي تحط له انت سان ينقص مي شوف الفرق ما بين السوشين واللي فاس السوشين تخلي الشين بروغراماسيون نفسه ما ينقصش منه حد شيء لكن تعطيك كوبي جزء تعطيك النسخة ابارتير منين لمين انت تحددها ابارتير منين لمين من دول السان دونك باش يهز لك من دول هكا مي الايفاس اش تعمل تكتب لها نفس لي بارامتر اسم الشين دو سان اش تعمل تفسخ لك من الشين بروغراماسيون ابارتير من دول هكا يعني باش نحيد شنو باش يبقى لك في الشين اللي استعمل بروغراماسيون واضح. دونك لهنا كي تفسخ انت الجزء هذاك من دول الكات يفسخ لك ما يبقاش بروغراماسيون كامل كيما السوشين. دونك الفرق ما بين السوشين والإيفاس واحدة تعطيك نسخة كوبي وواحدة تفسخ لك الجزء اللي حاجتك باش تفسخه انت
واضح؟ هذه العملية شنو الفرق ما بينهم الزوج؟ ب وتو نزيدو نخدمو دي زيكزومبل حتى لو مافهمش توا عادي رانا مازلنا في لي زيكزارسيس باش نخدمو وين موجودين لي فاس وسوشيل كل تو في لي زيكزومبل باش نفهمو بيهم بالبيت في الاكزارسيس. الماجيس اش تعمل؟ سهل على الماجيس في البايثون بطبيعة سي اش بوان اف شنو باش تعمل؟ تعطيها شيء من سكيل تحولهولك هو ماجيس سكيل. سهل العملية شفتها هنا البيتون كلمة فيها حرف بركة فيه الماجيسكيل شو ولد ولد الحروف كلها ماجيسكيل هذه الماجيس اش تعمل؟ دونك كذا حاجتك انت تحول شيء من مينيسكيل للماجيسكيل حولها بالفونكسيون ماجيس. هذه بالنسبة لفونكسيون قريناهم الحصة اللي فاتت وكملنا تو فسرنا السوشين ولي فاس والماجيس في بالي واضحين. يا جماعة بالنسبة لل توا باش نبداو نصلحوا لي زيكزارسيس نتاع الماضي فيه. باهي اللي مش فاهم حاجة في لي زيكزارسيس يسأل تو نجاوبو إن شاء الله. هذه لي زيكزارسيس الأولاني اللي قلتلكم أختمو. باهي اش قالك لهنا؟ أون يوتيليزون لي شين سي اش أن سي اش دو سي اش تروا دوني بور شاك انستركسيون لا فالور دو إكس. معناها لهنا باش تعطيه فالور دو إكس. شنو هو فوسطو الفالور دو اكس؟ ما هو قال لك اكس رسوا باش تحط الفالور دو اكس شنو فيه؟ باهي لولا اش عطيت؟ اللونج تاع السي اتش دو اش معناها لونج قلنا؟ معناها السي اتش دو قداش فيه من كاركتير؟ نمشي للسي اتش دو اش قلت لكم كيف نستعمل اللونج؟ من مين نبدا؟ نبدا من الان ولا زيرو؟ اللونج نبدو من الان. اذا نجي نحسب اللونجور بتاعي نبدا بالان. مي اذا نمشي للبوز وقت اللي نستعمل في البوز فونكسيون بوز وقتها نستعمل نبدا ابارتير من زيرو الترقيم تاع لي كاركتر نتاعي. دونك لهنا اللون تاع سي اتش دو هو سي اتش دو نتاعي قديش في من كاركتر؟ البي واحد الايجريك اثنين التي ثلاثة الهاش اربعة الاو خمسة والان ست. دونك الفالور دو اكس سيس هذه الاولى ستة يا جماعة. الثانية قالك لون نتاع سي اتش دو بي سي اتش دو اش معناها بليس؟ انا نعرف اني البليس كي تعمل واحد مثلا عدد مع عدد واحد مع اثنين اش تعطيك البليس؟ تعطيك لاديسيون ثلاثة. مي لهنا البليس مع لي شان دو كاركتير فسرتها المرة اللي فاتت اللي مش حاضر يحضر اش معناها البليس مع لي شان دو كاركتير؟ نفترض عطيتك لا شان دوز شان مش عدد وجمعت معاه لا شين 45 شنو باش تعطيك هذه؟ مش باش تجمع لك 12 مع 45 تعطيك 57 لا غلط. باش تعطيك 1 2 4 5 اش معناها؟ عملت هنا عملت كونكاتيناسيون لصقت لصقتهم في بعضهم لي دو شين. يعني البليس اذا مع الارقام تجمع لك تعمل لك لاديسيون اذا مع لي شين دو كاركتير تلصق لك. دونك لهنا السي اتش دو قالك لصقها لي في الشين الثالثة. السي اتش دو بيتون باش نلصقوها في السي اتش دو واش تتولي لي شنو الشين باش نتحصل عليه؟ باش نتحصل على ايه بيتون وبعدها بجنبها اربعة خمسة صفر اثنين. كي نحسبوا الكاركتير قداش من كاركتير لهنا قداش؟ نبدو بالواحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. دونك الفالور نتاع الإكس الثانية 10 عشرة. يعني إيش معنى عشرة؟ معناها راهو الشين الثانية والثالثة كي تجمع اللونجور نتاعهم مع بعضها تحصل على عشرة. توا البوز إيش قلنا البوز؟ البوز كي بالك ثم بوز لازم نمشي نرقم الكاركتير الشين نتاعي ابارتين من زيرو. شنو هو الشين اللي باش ندوج فيه هنا؟ سي اتش ان. دونك نمشي لسي اتش ان نرقم كل واحدة ابارتير الا هي صفر ال واحد الجي اثنين الاو ثلاثة ال اربعة الاي خمسة خمسة ستة الهاش اعطي سبعة الهاش ثمانية ال ام تسعة ال اي وعشرة ال كي حداش ال اي واثناش ال اف. دونك اخر انديس ولا اثناش. شقالك لهنا؟
قال لك الشين دو كاركتير جي او جي مازكي. لان رد بالكم يا جماعه راهو نفرق ما بين الجي، علاش قالت لوجلي هو لوجلي على جي ماجسكيل او، ونحن اش عندنا في الشين نتاعنا؟ عندنا جي مينيسكيل او اي، مختلفين مش كيما هذيك كيما هيك. دونك ديفيرون جي ماجسكيل ديفيرون دو جي مينيسكيل. دونك شنو باش نرجع لك؟ قلنا كيما يلقاش الشين في الشين كي لوج على الشين ها لولانيه جي او ما يلقاهاش باش يرجع لك، يرجع لك موانزا. دونك الفالور لهنا ريزلتات دو اكس، الفالور دو اكس موانزا، علاش ما لقاش جي او؟ لو جينا بدلناها جي ماجسكيل هذيك وحطينا في بلاصتها جي مينيسكيل، قداش باش ترجع لي؟ باش ترجع لي ابارتير منين باش تبدا جي او؟ هاولي موجوده جي او مينيسكيل، ترجع لي 0 1 2 ترجع واضح؟ ترجع لي 2 لو خدينا المثال بالمينيسكيل، ترجع لي بوزيسيون 2، يعني ترجع لي جي او منين باش تبدا، واضح؟ باهي، الثانية البوزيسيون تاع الـ 1 في السي اتش 1 يعني الكاركتير 1 الكاركتير اي سامحوني. كاركتير اي في السي اتش 1 يعني باش نلوج على الاي كاركتير وين في الشين الاولى وين موجوده الاي؟ موجوده مارتي، موجوده لهنا في البوزيسيون 5 وموجوده في البوزيسيون 9. يعني باش نهزوها احنا في الفونكسيون لهنا اش قلنا البوز دون لا بريمير بوزيسيون، تعطيك البوزيسيون الاولى ما تعطيكش. لو معاوده 1000 مره الكاركتير ولا الشين هذيك تقول لك لولا برك، الاخرين نيجليجيهم عندي فيهم حتى ده. دونك لهنا اول اي شنو الانديس نتاعها؟ الانديس نتاعها 5، دونك باش ترجع لك 5 يا جماعه لهنا. اش قلنا على الاستينين لهنا في الاكزومبل الخامس؟ الاستينين اش قلنا عليه؟ قلنا الاستينين اش تعمل؟ تمشي تشوف لك السي اتش 3 الشين اللي اونتر بارونتيز لهنا اللي هو السي اتش 3 كان وهو يتكون كان من ارقام ترجع لك فري، كان فيه حاجه غير الارقام ترجع لك فوق. نمشي للسي اتش 3 يتكون كان من ارقام، لا اربع ارقام، خمس ارقام، صفر ارقام ودو ارقام، دوك ترجع لي فري اللي هي ترو. نجم تكتب ترو ولا فري زوج صحاب. باهي ترو. لهنا ليكزومبل السادس شنو عطيت؟ اكس رسوا فالور سي اتش 3 بلس 4 x reçoit valeur entre parenthèses CH3 plus 4. باهي لهنا لهنا شنو باش تعمل لك الفالور يا جماعة؟ الفالور هي اش ترجع؟ اش قلنا تعمل؟ ترجع لك شين، ترجع لك عدد. نحن اش عندنا؟ عندنا لاشين 402 كي نحولوها لعدد تولي لي 4502 4502 وكي نزيدوها تولي 4502 4 اش تولي؟ 4506 واضحة الحكاية واضحة. دونك لهنا باش نحط 4506 علاش 4506؟ لأني فونكسيون فالور شين حولهولك العدد رجعهولي عدد سي اش 3 في 4502 دونك يولي لونتي 4502 ونزيدوه 4 اللي هي اديسيون عاديه تولي بلس 4 تولي 06 في الاخر. الكوم سي هاش هي العكس نتاع الفالور. اش قلنا؟ الكوم سي هاش نعطوها عدد تحولهولي سو فورم دو شير دو كاركتير، يعني اش تتولي؟ اش تعطيني لاشين 246 واضحه الحكايه هذي سهله على الكوم سي هاش جيست تزيدك الدو كود. يعني اش معناها نزيد الدو كود؟ يعني يحول هولي تولي شين دو كاركتير، يعني تعطيه عدد يحول هولي سو فورم دو شين. باهي الثمانية اش قلنا نحنا في السوشين؟ السوشين قلنا انها قلنا في السوشين انها كوبي لك تدخل لك جزء من الشين، تدخل لك جزء من الشين. اش معناها؟ منين باش نهز سوشين؟ ابارتير باش نهز من الشين الثانية، ها هي الثانية اللي هي بيتون، هذه باش نكوبي منها. باهي منين لمنين؟ باش نهز من دو
باش نبدا ابارتير من 2 دونك لازم نرقى البي هي 0 الاي هي 1 تي هي 2 الهاش هي 3 الاو هي 4 والان هي 5 ب لهنا ابارتير من 2 دونك مين باش نهز ابارتير من تي ولا فهمنا فيها تو ابارتير من تي لكن انا اش كتب لك لونج سي اش 2 اش قلنا نحن الفونكسيون لونج اش تعمل تطلع لك اللونجور نتاع الشين نتاعك قديش في من كاركتير سي اش 2 قديش في من كاركتير كي نحسبه قلنا لونج نحسبه ابارتير من الان كيفاش التي 1 ايجريك 2 تي 3 الهاش 4 الاو 5 والان 6 دونك لهنا لونج سي اش 2 نعوضوها بال 6 يعني قلت له من 2 لل 6 دونك هو منين باش يمشي لي من 2 لل 5 لانه ديما الفالور الاخراني باش ينقص له موانز 1 دونك من 2 لل 5 باش نمشي من 2 حتى لاخر كاركتير اللي هو الانديس نتاعو 5 دونك شنو باش نحصل باش نحصل تي هاش او ان اللي هي التون دونك بين 8 تي هاش او ان ما تكتبوهاش ملوحة لازم اونتر دو كود يا جماعة اونتر دو كود يعني اي شيء لازم نحط دو كود والا تولي كود ب لي فاس اش قلنا نحنا نفسها فوقها لكن تبدلت سوشين بلي فاس اش قلنا في لي فاس لي فاس السي هاش دو بينها باش تفسخ منها شنو شي تفسخ منها تي او ان تي هاش او ان يعني طوم شنو باش يبقى فيها في نفسه ولا سي هاش دو باش يبقى فيها البي ماجسكيل والاي اجريج مينسكي زوز حروف هذه بالنسبه للافس اش معناها افس انا قلت له افسخ لي ابارتير من الشين الثانيه يعني باش نفسخ من الشين الثانيه باش نفسخ منها ابارتير من 2 جيسكا 5 كاركتير يعني من 2 جيسكا للاخر شنو باش يبقى لي باش يبقى لي الكاركتير الاولاني والثاني 0 1 الماجيس اش قلنا سهله على الاخر الماجيس جيسكا تبدل لك الماجسكيل عندي A ماجسكيل و N و E و S ماجسكيل تتولي الكل ماجسكيل اش تتولي A ماجسكيل N ماجسكيل E ماجسكيل و S ماجسكيل اون تبدو كود ما تلوحوهاش هكاك هذا بالنسبة للإكزرسيس دولي في بالي واضح ما فيش إشكالية باهي يا جماعة شكون عنده كيستيون فيه شكون مش فاهم حاجة فيه الإكزرسيس هذا اكزرسيس 13 النف ليه عاد النف ليه النف اش تعمل احنا النف ليه قلنا ليفاس اش تعمل اش قلت له افسخ لي افسخ لي من سي هاش 2 شنو باش نفسخ باش نفسخ ابارتير من بوزيسيون 2 جيسكا بوزيسيون لونغ سي هاش 2 موان 1 واضح العملية يعني باش نفسخ ابارتير من بوزيسيون 2 اش قلت لكم لهنا قلت لكم راني باش نفسخ ابارتير من بوزيسيون 2 لازم لي سي هاش 2 نمشي الرقم 0 1 2 3 4 5 او العملية نمشي الرقم الشين نتاعي من 0 كي نجي نفسخ والا نعمل سوشين مين باش نفسخ لهنا في السي اتش 2 باش نفسخ ابارتير من الدوزيام هاي اللي هي تي الانديس نتاع تي اش معناها نفسخ معناها باش نحي البارتير وين باش نوصل لونج سي اتش 2 لونج سي اتش 2 حسبناها هي 6 الستة ذيك بطبيعة مش باش يوصل للستة باش يوصل للستة موانزان بما انت تحط له ستة هو ينقص لك موانزان اللي هي تجيك 5 يعني من 6 لل من 2 لل 5 يعني من 2 لل ان ال 5 هي الانديس نتاع ال ان دونك كي نفسخ هذه شنو باش يبقى لي في الشين سي اتش 2 تبقى لي البي والاي واضح هذيك علاش كتبنا بي للشين تي اي جري الاديسيون الجمع مع الاعداد وال الجمع نخدموه مع الاعداد والكونكاتيناسيون نخدموها مع لي شين دو كاركتير باهي جماعه
كان تنبعد وكيفك كم اشتهنا نفهم بعضنا باهي بعد يا جماعة. لا لا مش باك انفو باك سيكسيون مات في سيونس باهي يا جماعة خلنا نجاوزو الاكزرسيس هذا اخر السيونس اللي عنده بارتي مش فاهمها يقمرها وكان نفسر خليني نتعدى الكوريكسيون كل مرة الاكزرسيس باش حتى اللي فاهم هو انه فاهم واللي مش فاهم يعمل بوا على ال الانستركسيون كان فاهم هاي لون بقى ده تو الاكزرسيس 14 المرة هذه الاكزرسيس 14 برشا جماعة حتى الاكزرسيس ما يقروشو ما قالكش اعطيني ريزلتا نتاع الاكس راه قالك اون بيتون حولها لي اون بيتون انستركسيون هذوكم باش تحولهم اون بيتون باش تولي لك الاولى لازمك تحفظهم بالطبيعة الرسوة تولي لك ايجال دونك x إيجال n e n لونج تولي n e n ch2 هذه بالنسبة للأولانية الثانية x إيجال l e n كالعادة ch2 مع ch3 هذه بالنسبة للثانية الثالثة x إيجال البوست تولي تولي فاين ch1 بوان فاين يعني دوج لي على شنو الشين على جي او على الشين هذي ب اللي بعدها كيف كيف لكن جي باش نبدل x إيجال ch1 بوان فاين كاركتر اي دي الاس تيني شنو عطيه لك لنا هاي الاس تيني تولي لك سي هاش وان از ديجيت تم شكون يستعمل از نيميريك والا از ديسيون برشا انستكسيونين تعني نفسها دي لنا شنو باش تعمل اكس ايجال سي هاش تروا بوان تاني نشوف الكور متاعنا از ديجيت باهي الفالور اللي بعدها اكس الفالور تولي ايكال ان سي هاش تروا بلس كا الكوم سي هاش اللي هي اس تي ار اكس ايكال اس تي ار 246 هذا ما راهم لازم تحفظهم معناها هم موجودين الكل في الجدول شوف ان اس تي ار لين فاين از ديجيت هذوما غير الحفظ راه بعد ما تفهم لازم تحفظ اللي ما حضرش الحصه اللي فاتت يرجع للفيديو من غير لا يسالني طب مين شو هذا شو من التابلو اللي قريناه الجمعه اللي فاتت ليه السوشين السوشين يا جماعة اش تتولي x إيجال السوشين عنين باش نهز باش نهز من الشين الثاني دونك تعمل اسم الشين اللي باش تهز منها في الكروشي منين باش تبدا من دو تعمل دو بوان دو بوان شو معناها الى الى شنو اللين نتاع سي اش دو وتسكر الكروشي نتاعك هذه بالنسبة للسوشين بالنسبة للي فاس اللي فاس لازمك تفسخ يعني شنو باش يبقى كي تنحي من الدو للونج سي هاش استطعم فتكتب x إيجال هي موجودة لنا كما هي بالضبط شفتها لهنا يعني باش تعمل اسم الشين متاعك اللي هو سي هاش دو حل كروشي تعمل دو بوان جيسكا شنو لل دو بلوس سي هاش دو انتر كروشي وشنو تحط تحط الاف دو بوان يعني اللونج اللي هي اللين سي هاش دو دو بوان هذه
واضح. دونك هذه جيست لي انستركسيون راهو تطبقهم كيما هما سي اتش 2.2 بي سي اتش 2 لين سي اتش 2.2. اش معناها هكا 2.2 كيما نحطش حتى شيء يعني من الاول حتى للبوزيسيون 2.1 وهذه من لين سي اتش 2 حتى للاخر كيما نحطش بالور يعني هذيك من الاول وهذيك من الاخر واضح. الماجيز هي لنا ماجيز هي سي اتش 1 اش معناها معناها x إيجال لشين أنيس بوان أب هذه هي تراديكسيون أون بيتون ب ليكزارسيس 13 دو تقريبا نفس شكون يرجع في الكويتين هذا اخترناه مازال تو 15 اكزرسيس 15 ب ليكزارسيس اكزرسيس 15 هذه الاصل تخدم على لازم على البيتون على التوني باش تفهم ب هذا هو الكاثود هذا بالنسبة للكاثود تو باش نتعدو للكانس شقالك لهنا سوا لو كود بيتون سويفون دوني بور شاك انستركسيون لا فالور دو كات يعني في لهنا كل واحدة باش تعطيه شنو هو الفالور نتاع الكات لا ولا شقالك كا يساوي لين سي اتش ان لين سي اتش ان شتعمل باش طلع لك اللونجور نتاع الشين سي اتش ان لونجور كي نحسب قلنا اللونجور باش نحسبو ابارتير من ان اللايف تلقاه على اليوتيوب ان شاء الله شين فيربال حول الله تلقاه مسجل بي لونجر تاع سي اتش ان قديش ابارتير من بوز ابارتير نبدو نحسبه من الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 دونك السي اتش ان الطول نتاعو 13 كاركتير دونك باش نعمل 13 وتكتب سلاش هذاكم شنو هما هذيك كديف كي انت تفكروها في الكود ديف كي نعمل 13 يا جماعة نقسمها على 3 13 قديش فيها من 3 فيها 4 دونك الريزلتان تاعي هي 4 دونك لهنا الأولى الفالور 4 الثانية الفايند باش تعمل يعني باش تمشي تلوج على شنو باش تمشي تلوج على الكاركتير بي ماجسكيل وين باش نلوج فيه في السي اتش ان عنديش بي ماجسكيل في السي اتش ان موجود اللي هو اول كاركتير الانديس نتاعو قديش قلنا في البوز ولا الفاين نفسها نبدا ابارتير من زيرو دونك الثانيه الكار الثانيه باش تعطيني زيرو ب الكا اللي بعدها فاين ام ماج سكيل عنديش ام ماج سكيل في سي اتش ان عندي ام ماني سكيل هما ام هيدي بروغراماسيون ام هيدي ام هيدي دونك هل اني عندي الام ماج سكيل موجوده لا دونك اذا ما لقيتش حاجه شنو ترجع ترجع لك موانزا واضح الام ماج سكيل مش موجوده في الشين دونك ترجع لي موانزا اللي بعدها اعطيك الام ماني سكيل الام ماني سكيل هذه وين موجوده عندي مرتين تعاود دونك نبدا نحسب الانديس نتاع البي صفر 1 2 3 4 5 الان الاولانيه الانديس نتاعها 6 والثانيه 7 يعني باش نهز الاولانيه 6 دونك الفالور نتاع الكا هذيك 6 اللي بعدها تو الكا ايكال سي اتش 2 من 0 ل 3 هذه الفونكسيون هذه شنو هذيك فونكسيون سو شين كي انت ترجعها للالغوريثميك سو شين يعني باش نكوبي حاجه منين لمنين باش نبدا نكوبي من سي اتش 2 شين ثاني يعني هاك الباك 2022 يعني باش نكتبها لكم لهنا باك اسباس عنا 2022 شو قلنا اول حاجه نعملو لي ليزانديس صفر واحد سي اثنين لسباس ثلاثة دو أربعة خمسة ستة سبعة ب
لان اش قال لك هزني من الزيرو للثروه اش معناها؟ معناها راني باش نهز من الزيرو للدو من الصفر لاثنين اللي هي شنو؟ من الصفر للسي من البي للسي. دونك الكلمه اللي باش نحصل عليها لهنا يا جماعه في الاولى كلمه باك، واضح ولا؟ دونك الكلمه باش نحصل عليها باك. الثانيه من ا للسيس، يعني منين لمنين؟ من ا للسيس يعني كنشوف لهنا من ا، باش نبدا نهز من الكاركتر ا حتى لد، هو قال لك سيس حتى للسانك، يعني اخر وحده هو حط لك سيس ناقص حاجه ناقص ان، من ا للسانك. دونك من هذه لهذه، يعني الشين اللي باش نتحصل عليه لهنا اللي هو ا سي اسباس 2 0. اخر انديس باش نهزها هي السانكيم كاركتر اللي هو 0. اللي بعدها هذه هي شنو؟ باش نذكركم، هذه تذكركم باللي فاس باش نفسخ، يعني باش نفسخ من سي اتش 2. شنو باش نفسخ من سي اتش 2 لهنا؟ السي اتش 2 لهنا اش قال لك؟ اكل الدو بوان من الاولانيين اللي قبل، اش معناها؟ معناها ابدا لي من اول الشين 2 باش نهز شنو؟ باش نهز لهنا. رد بالكم راه عندك سي اتش 2 ودي سي اتش 1، واضح؟ يعني مش نفس الشيء. لهنا شنو قال لك؟ السي اتش 2 نرجع لك الاكزومبل اللي عطيونا هون في الكور، شفت لهنا اش عامل لك؟ يكتب لك سي اتش 2. دي اش معناها؟ هذاك الجزء اللي باش يبقى، واضح؟ مي في الالغوريثميك كي نكتب له سي اتش 2 مثلا دي اف كيما الان كات، هذاك الجزء اللي باش يفسخ في الالغوريثمي في البايثون، في البيتون او البايثون. لهنا شنو يصير؟ تعكسها العمليه. مثلا انت تكتب له في البيتون ان كات، في الـ كي تبدلها في البايثون تولي شنو؟ سي اتش 2.1 بلس سي اتش 4 2. اش معناها؟ معناها راهو الجزء اللي باش يبقى لي، هذا يحكي لك في البايثون يحكي لك على الجزء اللي باش يبقى لي، مش باش اللي مش اللي باش يفسخ، واضح؟ معناها باش ما تغلطوش هنا. يكتب لك هو سي اتش 2 من البدايه حتى للسيت، يعني راهو اللي بقى له شنو؟ من 0 لل 6 نتاع سي اتش 2. سي اتش 2 شنو؟ من 0 لل 6 اهو، هذا الشين ما نتاعنا نحنا. كي نجي نهز من زيرو لسي سمين، معناها من البي حتى للدو اللي قبل الاخرانية، هذه الأولانية هنا، هذه الأولانية اش عطتني؟ عطتني باك اسباس 202، وثما ما بيناتهم بليز، اش معناها؟ بليز يعني باش تلصق باش تكون كاتيني. السي اتش 1 منين لمنين؟ اللي بقى من السي اتش ان شنو؟ من العشرة لانديس ديس اللي هي لهنا سبعة، لهنا ثمانية، تي تسعة، والاي عشرة، يعني من العشرة للاخر شنو باش يبقى لي في الثانية؟ ايون، واضح؟ وكي نلصقهم في بعضهم هذوما اش تيجوني؟ باك، تيجوني هذا، تيجوني الشين باك اسباس 202 لصق فيها ايون، كلمة ايون. هذه بالنسبة لل الكال لانستيكسيون 10. لانستيكسيون 11 تنكمل من بعد، كان ثم واحد عنده كيستيون ان شاء الله كمل الاكزرسيسات، واللي عنده كيستيون خلوني نكمل الكورتر. الكال الاونزيام سي اتش 2 من 4 ل 6، اش معناها من 4 ل 6؟ معناها راك باش تكوبي منين لمنين؟ من 4 ل 6، منين؟ من الشين سي اتش 2،
كي نحسبنا الأ صفر الـ D صفر الأ واحد اثنين ثلاثة هذه أربعة خمسة ستة سبعة باهي اش قالكم من الكات للست الكات وين جبني زيرو أن دو تروا كات هي في الدرج حتى لوين حتى للسيس كات سانك سيس يعني لاشين اللي باش نحصل عليها هي الشين دو سون دو 202 202 كي نعملها إز ديجيت يعني باش نشوفها في الاستينين هل انها تتكون من ارقام فقط ولا اي تتكون كم من ارقام دونك لهنا شنو باش ترجع لي الاونزيام كا ترجع لي ترو اللي هي دري واضح لانها تتكون كم من ارقام الشين دو سون دو الاخرانيه سي اش دو ابر ابر اش تعمل هي ماجيس يعني باش تحول لك سي اش دو او ماجيسكي اش تولي لك سهله برشا باش تولي لك بي ماجيسكي ا ماجسكيل سي ماجسكيل وعندك سباس وبعدها 2022 هذه بالنسبة للدوزيام انستريكسيون باهي هذا هما لي زيكزارسيس شكون عنده كيستيون تو يحب يسأل شكون عنده كيستيون يحب يسأل العاشرة العاشرة لهنا ديه في اللي فاس أنا أرجعك من الكور خلينا ممكن فيها صعوبة أن نشوفها اللي فاس لأنها تختلف شوي ديه فنهز عندي اللي فاس أنا جاي للعاشر في العاشر شفتوا لهنا هذه العاشرة نتاعها خلينا نرجع لك الاكزامبل نتاعو هو حاطيه لي في الاكزام باش نفسر لكم بال نعطي لكم في الكور الاكزام باش نفسر لكم ب نفسر كل وكان شنو كمان احنا الاكزامبل كيفاش يتخذ ليه شفتوا لهنا هذا اش عطيكو عطيك ايفاس قالك باش تفسخ من الشين سي هاش من لمين من البوزيسيون دي حتى للاف موان زان باهي في البيتون اش تتولي لك كي تحولها في البيتون تتقلب برا هذه مش باش تفسخ سي هاش هذه شنو بقى لك بعد لفسخ ابارتير من البوزيسيون دي جيسكا الاف شنو بقى لك في الشين باش يبقى لك المشين هاني خلينا ناخذ لك ليكزامبل هذا لي فاس شوفوا لي هذا ليكزامبل هذا كي نحولوها في في بيتون شتا يولي لي هاني خلينا نكتبها تحت بالضبط باش تكتب شي يولي لي سي هاش نفترض ان احنا سي هاش هو البيتون كان البيتون خلينا نكتبها الكل سي هاش ايكالا لا شين بيتون باش نكونوا واضحين باهي كي نجي لي فاس هذيك اش تتولي في البيتون تتولي دو بوان منين دو بي منين بي بنفسها للان بلوس سي هاش وين كملت في الباسخان كملت في الكاف دو بوان اش معنى الكلام هذا يا جماعة كي نجي نشوف نقارن لي فاس هنا بالان كاف ونقارن باللي كتبته هنا في البيتون مش نفسه لي فاس هذه اش قلت له في الالغوريثميك افسخ لي من واحد للاربعة يعني من واحد للثلاثة لكن في البيتون ما عندناش فونكسيون اسمها اي فاس اش قلت له قلت له خلي لي شنو اللي بقى بعد الفسخ اللي بقى منين لمنين من بداية الشين حتى للبوزيسيون زيرو لانه كي نحط هنا ان اش يطرح ان اش تتولي من بداية لل ان موانزا يعني الصفر اللي هو الشين نتاعي شوف راني يعني تنرقمو باش تزيدو تفهمو اكثر الانديس دولانية نتاع البيشون زيرو ان دو تروا كات ان اي سان بين هنا
نقول له ايفاس من الان الكات شنو باش يفسخ لي؟ باش يفسخ لي هاك الان اللي هي الايكغيك وباش يوصل مش باش يوصل للكات باش يوصل للتروا اللي هي الهاش اون برانسيب باش يفسخ الجزء بالاخر هذا شنو بقى في البيتون في البيتون ما تكتبش هذا اللي سطر تحته بالاخضر باش تكتب شنو بقى شنو بقى هاهو الجزء العالي يسار والجزء العالي يمين كيفاش باش نعملهم باش نكتب اونتر كروشي دو بوان لانديس هذيك ما هي البي لانديس نتاعها صفر كي نحط هنا واحد يعني اش قلت له قلت له هز لي من بداية الشين حتى البوزيسيون ان موان زان باش تجيني يعني من البداية للصفر يعني باش يهز لي كاركتير بي وفي الاخر شنو بقى ابارتير اش قلت له من الكاد اللي هي الانديس نتاع الاو دو بوان اش معناه حتى للاخر شنو بقى بقى لي الاو ان دونك في البيتون راك باش تكتب شنو بقى مش شنو اللي فسخ مش كيما الالغوريثميك الالغوريثميك تقول له فسخ لي من الى في البيتون باش تقول له راه بقى الجزء الاولاني اللي قبل اللي فسخته واللي بعد اللي فسخته هذيك اش معناها كي دو بوان اللي قبلها واللي بعد هذه من اول الشين هذه تتسمى دو بي دو بي دو لا شين وهذيك حتى للفان تاع الشين نتاعك في الاسباس الفارغ فهمت ولا هذه الاكسبيكاسيون تاعها كيفاش ادخلوا للواتساب ان شاء الله تلقوا الدور لا الامور مريقة يا جماعة ولا تم ولا قصر الامور مريقة مريقة دونك الكونيكسيون من عندك اللي صارت له لاج ولا قصد ولا لا يدراو راه من عندي الكونيكسيون عندي امورها مريقة من ليه هذه بالنسبة للإيفاس شكون عنده سؤال في انسبكسيون اخرى نكملوا ان شاء الله نص النهار غير اربعة كيك الدوزيام انستركسيون الثانية الثانية عاد سيدة بيه قلنا نحن انا هو الثانية اللونجور الثانية شنو الثانية تريز دو الدوزيام لهنا شنو باش تعمل سير الدوزيام شنو باش تعمل البيس هذي كي تجمع دوشين اش معناها معناها لصقهم في بعض يعني سي اش دو سي اش تروا كي لصقهم في بعض مش تجيني تجيني بيتون 4502 يعني في شين واحد بيتون 4502 كي نعمل لها لونجور بتاع قديش يعني لونجور بتاعها هو المجموع بتاع اللونجور بتاع لي دو هذه ستة وهذه أربعة قديش تعطيني عشرة واضحة لحكاية ليش شكون عنده كيستيون وين ليكزارسيس 14 شنو ارجع اللي مش فاهم البوز والواحد يرجع لليوتيوب الفيديو نتاع المره اللي فاتت توي ال 15 11 هذه شنو تعمل سي اش 2 4.7 شنو
شفت لها عاودتها الديز كسرتها ما نعاودهاش مرة الأونز لهنا سي اتش 2 من 4 ل 6 بوان إز ديجيت سي اتش 2 شمعناها سي اتش 2 أونتر كروشي 4.7 معناها برا هز لي من الشين الثانية اللي هي شنو باك 2022 هز لي الجزء من الشين اللي هو منين يبدا يبدا من 4 حتى لل 6 مونزا يعني شنو باش تعمل الكاركتر ده نقيس 4 في ال في سي اتش 2 شنو بي 0 ال A 1 سي 2 لسباس 3 و 2 4 يعني باش نبدا نكوبي من 2 وين باش نوصل للسيزيام كاركتير ال 2 الانديس نتاعها 4 و 0 5 و 2 6 دونك باش ياخد 202 هذه هي الاولانيه البارتي الاولانيه سي اس 2 من 4 ل 6 باش تعطيني 202 بوان از ديجيت از ديجيت هي تو اس تيني هل انه الشين 202 يتكون كان من ارقام ولا وي يتكون كان من ارقام دونك باش تعطيني از ديجيت فري دونك ترو باهي نواصلوا يا جماعه في الكور وان شاء الله كان اخر السيونس ان شاء الله تو نزيد نعاود لكم اللي حاجته كيستيونز اللي يسمع ان شاء الله باهي البارتي اللي بعدها الجوريثم بروغراماسيون بيتون شنو هو البارتي تروا الستريكتير سامبل الستريكتير سامبل هما شنو هما اللي هما اول حاجه باش تبدو الستريكتير والا لي زوبيراسيون دونتري هاتي تكرير واللي الحديث هذوما لازم نعرفوهم نحن بالطبيعه كيفاش نستعملوهم باهي الستريكتير سامبل انا appelons à appeler aussi les opérateurs ou les opérations algorithmiques simples ou de base et qui sont on a l'opération d'entrée, l'opération de sortie ou l'opération d'affectation. Voilà, on a fait un petit peu en tout. L'opération d'entrée ou sortie ou on a l'affectation. شنو باش نكتبو فيها هناك ال لولا عندك لوبيراسيون دونتري تو نفهم من بعد شنو اش معناها لوبيراسيون دونتري الثانية لوبيراسيون دو سورتي والثالثة لوبيراسيون دافيكتاسيون دافيكتاسيون كان تنجي نفسر لكم لونتري هي شنو هي النير يعني باش تقرا حاجه السورتي هي شنو هي الاكرير ولا لافيكتاسيون هي كالرسوا الفليش فانا نجي نكتب اكس رسوا دو هذيك لافيكتاسيون باختصار ليه مالا هذا كله داخل في الباراجراف ليه توا فوسي لا سونتاك دي زوبيراسيون سامبل لوبيراسيون دو بري لوبيراسيون دو سورتي هنا تقريبا مش حكي لكم على لوبيراسيون دو فيكتاسيون مش مشكل بي عطيك 15 دولار لوبيراسيون دو بري اش معناها هي اللي هاك اللي هذي ليه يا جماعه اللي اش معناها اللي يعني انت راك باش تقرا حاجة، إيش معناها تقرا حاجة؟ أفرتير من الكلابي، إيش معناها؟ معناها راك باش تدخل فالور، مين باش تدخل الفالور هذاك؟ من الكلابي، يعني إيش معناها هذير؟ معناها اقرص لي على الكلابي باش ناخذ فالور، لأن أنتوما تجوا تدخلوا فالور، مين دخلوا؟ تكليك على الكلابي مثلا تكتب خمسة ولا تكتب ستة ولا تكتب علي ولا صالح ولا آ ولا بي دونك الكلير هذيك اش معناها هذيك؟ يقول لك كلير اوبجي نعطيكم اكزومبل مثلا نجي لهنا نكتب لك كلير اكس شنو يطلب مني لهنا؟ هذه تتسمى اوبيراسيون دونتري اللي هي الاولى اش عملت لهنا؟ قلت له بربي دخل لي فالور من الكلافي كي نجينا نقرص من الكلافي دو
ونعمل اونتري شنو باش يصير؟ باش يشد داك الدو هذيك يحطها في الاكس. دونك الفالور هذا الفاريابل اكس شنو الفايده نتاعو في اللير؟ باش تخزن بها الفالور اللي انت دخلته بالكلافي. واضح؟ يعني انت كي تكتب لير اكس وتمشي بالكلافي تكتب دو وتعمل اونتري، الدو وين باش يحط هذيك؟ لازم يلقى فاريابل انت مسميه باش يحط لك الفالور دو فيه اللي هي شنو؟ في الاكزومبل نتاعنا اكس. هذه اللي معناها راهو يستنى فيك باش تعمل سي سي، باش تدخل حاجة أبارتير من الكلافي. السورتي اللي هي الإكرير. الإكرير إيش معناها إكرير؟ إيش معناها إكرير؟ نجي نكتب هك، نكتب مثلا إكرير مثلا صالح أونتر دو كود هنا يعني شين دو كاركتير. شنو باش يمشي لي؟ شنو باش تعمل الإكرير؟ الإكرير تعمل لك باختصار تفيشي لك حاجة تفيشي لك على الإكرون. هذه نفترضوا الإكرون تاعي شنو باش تفيشي لك فيها الإكرون؟ باش يفيشي لك الفالور اللي حطيته أنت أونتر بارانتيز، دونك باش تلقى قدامك في الإكرون صالح. نضطر عملت إكزومبل آخر، إكرير مثلا إكس. وقتها لازم الاكس يعرفها هي شنو. نفترضوا الاكس حطيتها له الفوق حطيت له فيها دو، شنو باش يعمل؟ مش باش يفيشي لي اكس، باش يفيشي لي الموجود في وسط الاكس. واضح؟ دونك شنو في وسط الاكس؟ موجود دو، دونك باش يحط يفيشي لي على الاكرون دو. دونك الكرير الفايده نتاعها شنو؟ تفيشي حاجه على الاكرون، تفيشي لك اللي تحب عليه انت على الاكرون، يعني تظهر لك ريزلتا ولا ميساج على الاكرون. هذه هي الفايده نتاع الاكليب. دونك لهنا بالطبيعه كي نعرفوهم هنا الجوريتميك لازمنا نعرفوهم اون بيتون. اللير هذه اش تتولي في البيتون؟ عندنا حالات لهنا، مش كيما نعمل الريال كيما نعمل ليزونتي كيما نعمل الشين دو كاركتير. باهي نفترضوا كتبت عملت لير لير مثلا اكس، والاكس هذا التيب نتاعو اونتي يا جماعة اونتي. باهي لهنا كيفاش باش نحاول هاد البيتون لير اكس؟ باش نكتب اكس ايجال انت، الانت هي يعني اونتي في البيتون، وتكتب انبوت هذه هي اللي باش نعملو بها لير، وتكتب لهنا ميساج مثلا. نجم حتى ما تحطش ميساج مبدئيا برا ما تحطوش. واضح؟ لهنا دونك لهنا هذيا كيفاش نعملو سيزي والا الكثير نتاع اونتي. كيفاش؟ هذيا اون الجوريتميك باش تولي في البيتون باش تولي لك اكس ايجال انت انبوت. باهي لو جاء ريال المرة هذي عدد بالفاصل شنو باش يتبدل في هذه الكل؟ جيست الانت هذه باش تولي فلو اللي تخدم على البيتون باش تبدلها فلو، مش باش يتبدل حتى شيء. هذه اذا نستعمل في الري معناها حاجه بالفاصل. لو نستعمل شين دو كاركتير نحب نقرا شين دو كاركتير في البيتون اش تتولي؟ لا تعمل لا انت لا فلو. اش تكتب؟ تكتب اكس ايجال انبوت. هذه وقتاش؟ وقت اللي حاجتي باش نعمل سي سي نتاع شين دو كاركتير. باختصار ها هو كلها في الكور موجود. قال لك لهنا بور لي زونتي بور لي شين دو كاركتير تكتب اسم لوبجي اللي هو انا سميته اكس في ليكزومبل نتاعي. اوبجي ايجال انبوت وتحب تحط ميساج ولا ما تحطش. هذه مش اوبليغاتوار معناها فاكولتاتيف. بالنسبة لي زونتي شنو تزيد؟ تزيد انت لهنا. بالنسبة للريال تزيد فلو. هذوما لازمهم لازمكم تعرفوا. هذه بالنسبة لوبيراسيون دونتري اللي هي اللير. لوبيراسيون دو سورتي لهنا اللي هي الاكرير. لهنا كيفاش تخدم؟ جيست تولي لك برنت في الـ في الـ في البيتون. واضح؟ نجموش نعملوا استير في شين. لا تو هي الشين كيفاش تحاول فيها في استير؟ لا ما تنجمش. بالطبيعة الاستير زايدة تولي كأنك تخلط. هي شين وباش تحولها شين ما تجيش. فهمت ولا؟
دونك لازمك اذا ليك وقتاش تستعمل ستير اذا هي اونتي ولا رياب. مي لو هي شين ما تعملش، ما نجيش قبل الانبوت في الشين نكتب ستير، علاش نعمل في ستير وهي شين؟ باهي. في الاكرير، الاكرير شنو؟ تولي لي برنت. فوالا. ولا نعطيك دي زوبسيون لهنا، معناها حوايج مش تحتاجها بكثرة. دونك خلينا ناخذ اكزومبل على توني باش نفسر لكم اكثر. نجي نختم على البروجرام توني. نمشي للتوني نحلو. لهنا باش نعمل اللي كتير اللي هي اش قلنا نحن باش نقرا بالكلافي اللي هي الليرة دي لير اكس. باش نعمل باش نقرا اول حاجة شين، باش نقرا الشين دو كاركتير. كيفاش نعمل؟ نكتب اسم الفاريابل نتاعي اللي هو الاكس ايجال انبوت ونحل قوس ونسكر قوس. هذه اللير، هذه في اللير نتاع شين، لير شين هذه باش نقرا بها شين. نكتب اسم ونجم الاكس نبدلها في سي هاش، راه ما قالكش الفاريابل تتحكم في الاسم نتاعو انت، انت المخير تختار. باهي تنشوفوا الفرق توا، باش نفسر لكم الفرق ما بين هذه والانستريكسيون هذه. نجي نحط ما قلت لكم فاكيتاتيف هذه دوني سي هاش. باهي باش نفسخها المره الاولى هذه، نشوفوا الاولى شنو باش تعطينا ومن بعد نشوفوا الثانيه شنو باش تعطينا. كي نكتب سي هاش ايجال انبوت وما نحط حتى شيء في البارونتيز نتاع الانبوت ونعمل اكزيكسيون، شفتوا لهنا باش يطلع لي الكيرسور لهنا قاعد يستنى في حاجه وين بعد عملت اكزيكسيون. كي نكتب هنا مثلا شيء دي ونعمل اونتري ساي بروجرام تم. السي هاش شنو ما فصلو تو باش نعرف السي هاش شنو فصلو، نكتب سي هاش نعمل اونتري تيقول لي راهو الشين موجود فوسطه هو شيت اللي كتبته وانت تو. ليه كي نبدل تو سي هاش ايجال انبوت هذه باش نبدلها بهذه يا جماعه، سي هاش ايجال انبوت اونتر بارونتيز دوني سي هاش. شنو بدلت؟ جست زدت الميساج هذا. كي نعاود ديكليكسيون شفت انا شعطاك بلا ما عطاكش حتى ميساج، مي تو عطاك ميساج دوني سي هاش دو بوان. اش معناها دوني سي هاش دو بوان؟ معناها كانه هو يفسر لك شنو طالب منك. كي تحط انت الميساج لهنا هذاك باش يظهر لك، باش يقول لك شنو حاجته، يعني دوني اعطيني سي هاش. نجي نكتب له شيء ونعمل اونتري نكتب السي هاش يقول لي راهو السي هاش فيها شيء. دونك الفرق ما بين انك تحط في الانبوت ميساج ولا ما تحطش جيست في الافيشاج، هذاك باش يفسر لك معناها شنو طالب منك. اذا ما حطيتش ما يحط لك حتى ميساج، انت ما تعرفش تولي تولي مش داري حتى شنو باش تدخل. لا لا الكريب، الكريب تنجم تستغنى عليها تماما، جي ستافي شاج هذاك ميساج. شفت لهنا شفت هذه، هذه اللي كتبتها انا تو الالغوريثميك نتاعها شنو؟ لو نرجعها الالغوريثميك باش نكتب الكريب اكرير دوني سي هاش دو بوان. يعني شفتك البارونتيز في الانبوت اللي حطيته في الانبوت انتر بارونتيز، هذاك لازم تكتبه في الاكرير في الالجوريثمي وتكتب لي سي هاش. يعني انت شفت اللي حاطه، سامحوني ان شاء الله باش يطيح. حاول ولا قوة إلا بالله، ديما كي يسخن يولي ما يشارجيش. باهي لحظة تنفرج من التيك توك، لحظات يا جماعة استنوني ما تخرجوش، باش نخليهم بعد من
انتبه يا جماعة، أنا قلت لكم مش نخرج من الشارج، هذا الكل شو فيك قص، قلت لكم راني مش نخرج من الشارج، قص هذا، انتبه، نرجع يا جماعة، فسرنا الفرق، يعني شنو هو؟ كي نحط في الانبوت شفت باش نحط ميساج لها، الميساج هذاك هو اللي باش تحطه أنت في الكريت في الالغوريتميك، باش تكون واضحين، يعني أنت كي تحط انبوت هكا، entre parenthèses trois données ch راهو شنو باش تعمل راهو لازمك تكتب اكرير entre parenthèses نفس الميساج اللي حطيته انت في الانبوت نفترض ما حطيتهاش هذه صح ch يقال انبوت شنو باش تعمل الاكرير ما تحطهاش اصلا لان ما فهمهاش ميساج دونك الالغوريتميك هذه اللي قابلها المساويه اللي واضح بين شنو اللي يتبدل اذا حاجتي بونتي انا مش نقرا اونتي جيست تزيد الان هنا اذا حاجتي بعدد بريال فلو شنو باش تبدل هنا تعمل فلو هذا هو اللي يفسر لك فيه في الكوب هذه هي الليك دونك هذيك اللي قريناها تو ليك مشكور خويا في اكس سي ب دونك لهنا هذه بالنسبة للي لا في الشاج تعمل برنت مثلا باش تكتب اكري شو اكرير مثلا هلا اونتر دو كود ديما ما تنساش اذا حاجة باش تعطي شي ميساج كيما هو يظهر على الاكران كيما هو جيست تعمل دو كود هذو الاكرير هذه اشتكوا لي في البيتون بطبيعة الكرية في الالغوريتمي نحن نحكم في بيتون مش نكتب برنت برنت هلا كي نعمل الديكسيون لهنا شوف كان شي ظاهر لي يظهر لي كلمة هلا وش معناها معناها قلت له بالبرنت راح يشيل لي الكلمة هي نفسها كيفاش عرف هو باش يحشي لي كي تحط انت انتر في الكود راه باش يحشيها كيما هي واضح نختار له حاجتي باش نحط فالور تاع اكس مثلا اكس فيها شنو جي اكس مثلا فيها خمسة حبنا في شيء الخمسة اللي في وسط الإكس شنو نكتب إكس ما نكتبش إكس أونتر دو كوت يا جماعة كي نحط إكس أونتر دو كوت شو يعمل؟ يفشي لي إكس هاي لا ني إذا حسيت باللي في وسطها شنو نعمل؟ ناحية الدو كوت هنا فيش هاوني يفشي لي في وسطها اللي هي خمسة
واضح. دونك البرنت الاكرير كيظل حاجتك بحاجه تخص فالور ولا فاريابل، شنو تعمل؟ جست تكتب اسم الفاريابل نتاعك. اذا حاجتك باش تعطي شي حاجه كيما هي ميساج حطو انتر ديكو. نزل وحكي ربع ساعه كي قطع كامل ان شاء الله. تعبتوا؟ باهي. لان اش قالك؟ عطاك اكزارسيس بور شاك انستركسيون دوني لو ريزلتا في شي ساشون كو سي هاش ايجال بليس اكس ايجال 65. باهي. شو قاعد يشارج التليفون معناها يمكن يجي في شارج. شكون عنده سؤال؟ خلينا نحط سؤال هنا في الاكزارسيس 16 حاولوا فيه انتوما 16 و 17 هم كل الاكزارسيسات حاولوا تخدموها وان شاء الله تبعثوهم. شكون عنده كيستيون قبل يتسكر التليفون؟ التليفون 2% ما حبش يتشارج ولا يفهمت عليك. باهي تنقلكم الحصة الجاية وقتاش. باهي شكون مش فاهم حاجة قبل ما يتسكر التليفون ان شاء الله ما يكونش شارج. الحصة الجاية تنقلكم في الجروب واتساب. اللي يحب يسأل باش نحل توا الليست. اللي يحب يدخل الليست يا جماعة. باهي بربي اسمعوني اسمعوني. التليفون باش يتيح شارج ما عادش يشد باش يتسكر تو 2%. المهم كلمني الجماعة اللي مش مدخلين في الجروب يكلمني على يبعث لي ميساج قلت انا بعث راهو في التيك توك اللي ما رجعتلهمش ميساجات يا جماعة راهو وصلت فوق 200 ميساج تو كل مرة نجاوب على 50 باش ما يبلوكينيش التيك توك كل مرة هوني نبعث ميساجات معناها سمع اللي يقول لي اش فيك ما تردش وحذرنا راهي ما نحضر حتى حد ان شاء الله ربي يسهل. لا يا جماعة صاي باش نسكر اللايف لأنه 1% التليفون باش يتسكر توك. مشكورين وربي يبارك لكم ان شاء الله. والتسجيل ان شاء الله باش تلقوه على اليوتيوب.